بالنسبة اللي كنا عم نجرب نعمله، كنا عم نجرب على سطر نطبع نطبع مثلا يا هول يا الهاشتاجات او انه سبيسات طبعا للكنديشن موجودة بهيدي. نحن كنا كان في عنا فور برانية، بس انا ما عم بحكي عن الفور الاولى، عم بحكي على هاي. هلا هاي انا بدي ناوي اني اسوي هالعملية هاي من دون فور. اوكي، بتقول لي هلا يمكن مع فور اوضح، ممكن، بس انا حابب اني استخدم شوي من مهارات ال نمباي اري، لانه فعلا يعني مثل ما بدك ملاحظ هلا بكره حتشوف انه نمباي كتير حنستعمله هيك اكثر من مجرد ليست وهيك، فله شغل. اذا بتطلع نحن عندنا هاي النوتس هول هن، فنحن بدنا عندنا كونديشن معينه. نحن طبعا بالفور البرانيه اللي انا ماني حاططها هون ولا اللي شغل فيها، كنا نبلش من ماكسيموم يعني الخمسة، بنرجع بننزل 4 3 2 1 وهن على الخمسة هون مثلا، بيرجع 4 هون، بيرجع 3، بيرجع 3 2، بيرجع 1، كذا. هي فور برانيه ما لنا شغل فيها. طيب رح اخذ انا وحده من الحالات الاربعه. نحن لحتى ننفذ هاي العمليه، لحتى انا يطلع معي هذا الاوتبوت، طبعا شو بدك بهذا السطر التحتاني ما له شغل، لحتى انا يطلع معي هذا الاوتبوت مثل ما لاحظت عملنا اليوم فور، بس لكن انا هطبع على هاي. على فكره الفور بعده موجوده هون، بس انا حابب اني استخدم شيء من مهارات الاري لانه يعني قلنا شغل فيهم. طيب اول شيء نمباي جبنا امبورت اري، بعدين هيدا النوتس حولتها لنوتس اري. هلا هلا هيدا الاري، هيدا الاري تقريبا هي ذاتها هاي، بس طبعا ما في فواصل بيناتهم، في بس انه مثل ما في شيء بيناتهم، انه في انه بكل بساطه هذا الالمنت 0 غير الالمنت 1 غير الزيرو 0 غير الثري 3 غير الكذا، اري يعني من دون فواصل. اما هون هو كان قبل النوتس هيدي كان اسلوب ليست اكثر، بينما هيدي فعليا هي اري. طيب الفكره الاساس هي هاي، بصراحه هي هالنوع من الكونديشن، هذا بتركب هالكونديشن هاي بيطلع لك بوليان. فرح هات رح 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 اعملها كوبي هاي ورح اطبعها هون، بيطلع لنا هالبوليان الحلو. كمان هو نمباي اري على الارجح، لانه اذا بتقول له تايب تايب لهاي حيحط نمباي ان دي اري شي هيك. اوكي، فهي نمباي اري، ولزيتها انه هي بوليانات بوليانات. اوكي، ولزيتها بعد اكثر من هيك انه انا اذا عندي فرضا اري معينه مثلا من بالنمباي، عندي شيء اري مثلا نقول عندها نفس الحجم اللي هون، نفس هيدا، مثل مين؟ مثل النوتس اري، مثل النوتس اري. النوتس اري بحد ذاته نوتس اري اللي هي هيدي حجمها قد حجم هاي، بس المحتويات تاع غير. فاذا انا هيدي اذا انا هي فوت جواتها اكيد. هلا اذا بصراحة انا ما بعرف اذا بقول له فولس شو حيعطي حتى. اوكي، ما بيعرف، لازم فوت له شيء مبدئيا بنفس حجم هاي، يعني هتا فوت له كل هاي. اوكي، فشو برد لي؟ بصير برد لي بس ال بعتقد حيرد لي يمكن هيدا انا عارف انا قلت له اري اوكي. هاي شغلة غريبة، انا كنت منتظر انه is not callable and the array object is not callable. شو عم بعمل انا؟
ما هيدي لازم تكون براكت مظبوط، وفكرها فانكشن عبالي نوت كولبل معها. فبيقوم شو برد لك محل ما الترو، بس برد لك اياها محل ما الترو، يعني برجع لك اياها بس محل ما الترو، بيطنش على البقايا. طيب طيب هلا انا هون لما هلا هيدي الكونديشن ما ننسى هي النوتس اكبر من 4، يعني هي هالاري هاي نوتس اري اكبر من 4 هن هلا هذه السترينج ليست هي في بقلبها قلنا هي اري هي اري لل نوت اري كم بتزبط نوت اري بتزبط نوت كمان مشكلة. يعني محل ما هي هيدي محل ما بتكون ترو اتفقنا، قلنا هيدي هي بول بترد لك اري من نمباي اري وبتكون اوترو او فولس. انا شوي اللي مشوشرني انه عم نقول احنا محل ما انه ترو، هي مثلا قبل اخر وحدة ترو، بس هو مش انه هون عم ياخد مركز قبل اخر وحدة، هو بالحقيقة عم برد بس خمسة. فالخامسة انا مش الخامسة هي هو الخامسة هي بحد ذاتها هيدي اللي هي 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 بحد ذاتها فيك تعمل assignment، يعني انت لهون وإحنا عم نردها بس يعني تعرف شو حتى توضح الفكرة، حتى نلغي هاي وبدي الغي هاي كمان وخليه يطبع لي ال str list. تمام. هلا بالمناسبة هلا هون طلعوا دي تايب سترينج، انا هون حولتها لسترينجات. هلا بتعرف ليش؟ ما مش كتير له اهمية، بس انا حولتها لسترينجات 0 1 هي ذاتها، بس هي اري بنفس الوقت. انا كنت يعني هي مش فكره غريبه شوي، الواحد بيقول اري لازم يكون بس انه اري ارقام مثل ماتريكس او شيء هيك، بس لا هي اري، هي نمباي اري وبيحمل كمان يكون سترينجات. طيب هلا بدي جرب هاي اوكي وبدي اطبع. فهل هاي هي الفكره انه هلا هو غير، يعني محل ما كانت اكبر من 4 غيرها، بس انا بصراحه هاي الفكره ما عم شوفها كثير منطقيه مع هذا اللي صار هون، لانه مثلا تعال نسمي ال ايكول لهاي اوكي واقول له هون بعلي ال مثلا، بس هي one element مثلا ممكن يكونوا 2 element 3 element على قد ما عندك ترو، بس هو اللي يعرف شو قصدي، يعني الشيب، يعني اذا بتقول له هون ال دوت شيب بقول لك واحد مثلا على قد ما كان عندك ترويات. بس هون الموضوع مختلف، لما انت هون عم تقول له لما عم تعمل assignment مثلا عم تقول له str list، يعني لما انت عم تيجي تاخذ هاي كلها مش عم تردها لا، لما عم تاخذ هاي كلها وعم تقول له والله equal to something مثلا equal to abc اوكي بيقول لك انا ما بعرف شو يعني abc، يعني notes array هي بالنسبه له ارقام، ف equal to خلينا بس ننظم المعلومات شوي، notes underscore r هي ارقامها، هيدي اري ارقام منا اري سترينجات مثل هاي اللي تحت، مش مثل السترينج ليست، انا مسميها ليست بس هي منا ليست، هي سترينج لازم تكون نمباي اري.
هيدا النوتس اري هي ارقام، فهيدا النوتس اري اذا انا بقول له مثلا 18 اوكي وبقول له اطبع لي اياها بغيرها. فهذا هذا تصرف غريب بصراحه لازم ننتبه له، انه لما انت بتفوت، لما انت بتكون عندك هيك شيء او بتقول له تعمله يعني assignment 18 ساعتها كل محل ما النفوذات ما بيقرب عليهم، بس محل ما الترو بيغير. او اما اذا ما اذا عم تقراها بيقوم بس بيرد لك محل ما هذا اوكي، يعني هيدي اذا عم بقراها ساعتها هلا حيرد لي ال 18 من بعد ما تغيرت ترو ترو. تعال نرد له هي كمان الترو، ساعتها حيرد هيدي 3 وهي 18، بس حيرد 3 و 18. وتعال نسمي هيدا ال اوكي. هلا هون رح ال شيب رح يكون 2 ما في غيرهم، اللي هن ال انا قصدي اقول ال اللي هن 3 و 18 اوكي. هيدا على جنب، هيدا بس لحتى نفهم البيهيفير تاع تاع النمباي اري. لما انت بتكون حاطط بقلبها نمباي اري تانية بس كلها ترو فولسات. هلا ضروري تكون نمباي اري ولا بيمشي الحال مثلا تكون هيك ليست عادية؟ نشوف بيمشي الحال تكون ليست، ما ضروري تكون نمباي اري، فيك تحط بقلبها ليست. مثلا تعال قول له هون ترو اوكي، هاي صاروا 3 1 3 18 لانه النوتس اري شو كانت؟ كانت 1 وهيدي 3 وهيدي 5 هي صارت 18. هلا اذا بقول له اطبع لي النوتس قصدي النوتس اري اوكي هي 1 و 3 و 18 هن هو اللي ردوا. طيب على كل الاحوال فاذا بكفي يكون بقلبها ليست، او ما بعرف اذا شو بصير هون، حتى نجرب شو بصير كمان بياخذها. والله قال هيدا انطبعه، هيدي اري فاضيه، هيدي اري فاضيه عندها الشيب تاع زيرو. واو زيرو 7 ما عطى اعتبار للترو والفولس ابدا، ما عطى اعتبار للترو والفولس اوكي. فضروري تحطها او ليست او تكون والافضل تكون يمكن انضف شيء ليست، يعني ما في داعي لرجعه الراس. بس كمان فيك تعتبرها هيدي تحطها اري، يعني فيك انت صارت نمباي اري هلا اذا بتعمل هيك، يعني هي هلا حولت اللي جوا ل نمباي اري. طيب على كل الاحوال فهمنا هلا البيهيفير تاع هاي، فهمنا البيهيفير تاع هاي. هلا فاذا هيدي السترينج ليست لما انت هون عم تبدلها بيخلي كل شيء مثل ما هو، بس محل ما يعني محل ما فولس بيتركه، محل ما هيدي فولس بيتركه مثل ما هو، بيترك كل شيء هون مثل ما هو، ومحل ما هيدي كانت ترو ساعتها ببدلها وبيحط محلها هاي. ليش قبل يحط محلها هاي؟ لانه هي هيدي كانت كلياتها سترينجات، والا انا اذا باخذ النوتس اري اللي هون اذا بجرب اعمل هيك برد لي ايرور، لانه بيقول لي انت بيقول لي invalid literal for int with base 10. هيدا هو الليترال اللي invalid للانتجر، هيدا منه انتجر، هيدي string فاضي، string بالنتيجه string of spaces. ف مشان هيك اضطريت انا اعمل string list، يعني بطبيعه مختلفه طبيعتها سترينجات هيدا اوكي. فاذا هيدي str underscore list. بتعرف كلمة list ما منيحة، str array شو رأيك؟ str r str r وهلا شو بدي اعمل؟ محل ما هيدي ترو ساعتها بحط محلهم هول الهاشتاجات، ومحل ما نفوز بيتركهم، ومحل انه فوز اصلا شو كنا نحن كنا هون قبل عاملين هاي اوكي. ف هلا ورا هاي بدي اقول له اطبع لي ال اس تي ار اري. لك ما احلاه
طبعا هيك مثل ما لازم، على اساس اذا كانوا اصغر او بيساوي 4 بيطبع هول، اما اكبر من 4 اللي هي الوحيده هيدي مثاقبه حيطبع سبيسات. طيب هلا بتقول لي طيب منيح، بتقول لي هلا انت عندك اري نمباي اري اوف سترينجز، ماشي الحال، وبتقول لي طب انا بدي اطبعها على سطر واحد، انا ما بدي بقى اشوفها هيك نمباي اري، انا بدي اطبعها فعليا. ف هون استعملت هاي. هلا فيك اذا بدك، هلا هي بالحقيقة، ليك بالحقيقة هو هالاسلوب هيدا بالحقيقة هو بيعمل ليست. يعني خليني اوضح لك الفكرة. يعني هون اذا انت بتقول له والله مثلا اكس فور اكس ان سترينج ليست، ما سترينج ليست اسمها سترينج اري، بياخدهم element جوات هالاري. على فكره هيدي فيها تكون ليست وفيها تكون numpy array. هون هي numpy array مانا مشكله، هياخدهم element بقلبها، ما حيعمل مشكله. ف فور اكس اكس هو فهون اذا بدك انا كاني عم حولها من numpy array لليست عاديه اذا بدك. لان هون اذا بتقول له اطبع لي الاكس، حتلاحظ انه حيطبع، اوبس شو اللي صار هون، فور اكس ان سترينج اري شو هون، اوكي شو بدك فيه هيدا الاوتبوت، هيدا طنش عليه بعدين بقول لك شو قصته. هي طبعها بشكل صحيح، هيدا البرنت اللي هون يعني سترينج اري اللي كمان احلى كيف طبعها، وهون طلعنا الاوتبوت اللي نحن كنا عم نسعى له. انا بس حبيت اني يعني كل القصه بس لحتى بصراحه كان بدي استعمل هاي، كان بدي بس نتدرب انا وياك على هاي. وبعتقد فهمناها، يعني صرنا نفهم انه هيدي بالاخير هي نمباي اري منظرها مثل الليست. ليك بصراحة تعرف لو كانت دايمنشن لهيدا الدايمنشن تاعها عندها دايمنشن واحد مبدئيا، بس مو اذا كان عندها ثلاثة دايمنشن اربع دايمنشنات ساعتها بردلك اري، ساعتها هي كلها مع الاكبر من اربعة، كل هيدي بتصير هيدي بتردلك نمباي اري بنفس الدايمنشنات ونفس الشيب تاع هاي، بس بتكون شو كلياتها ترو وفولس، كلياتها ترويات وفولسات، اوكي كلياتها بتكون ترويات وفولسات لانه هي هيك. ومثل ما اتفقنا انت اذا بتقول له ايكوال كذا ساعتها هو بس بيفتش محل منها ترو وبيقوم بيعمل اساينمنت، لا هو هيك بيشتغل. حلو كثير، انا هيدا اكثر شيء كان بدي ركز عليه هون، ولا يمكن نحن الاسلوب اللي حليناه يمكن اهضم والطف وكذا ومش بحاجه لمنيه النمباي اري، بكل بساطة ركبنا فور لوب وطبعنا اللي بدنا نطبعه. طيب انا هلا بالنسبة لهي شو قصتها، بصراحة انا عامل فيديو من قبل بيوضح كيف هيدي بتشتغل بالضبط، بس انا مش عارف ليش ردلي يعني اوكي انا هيدا اللي مستغرب شو قصتها هاي. هاي بصراحة ما بعرف شو قصتها. 023.bmp ما بعرف شو دوت بي ام بي. بي ام بي هي هذا فورمات لايمج، بي ام بي فورمات كان مفكرها رسمة مثلا، كان مفكرها صورة، ما عم بفهم. بيت ماب ايمج ما بعرف هل هو ذكي ما ولا في شيء انا ما بعرفه. هي بي ام بي فايل فورمات نو هون از بيت ماب ايمج فايل، فما بعرف ما بعرف شو قصه 023
لحظة، بعتقد هالاكس له علاقة بشيء انا كنت عم بشتغل عليه من قبل، ما له علاقة ابدا بهاي. بس ما هون اوكي، تعال نسميها هيدي زد وهيدي زد، وهون له print زد. تعال نطبع على هاي، ما في شي حيتغير. وهون ايوه ما بيعرف على الزد، name زد is not defined، فلازم تكون معرف الزد من قبل. مثلا فيك تقول له والله زد equal شي فاضي مثلا، وبترجع هون ما بعرف كمان فاضي. فهيدي اوكي هيك بدي، هيك لازم اقول له x equal، لانه هيدي هي ليست، هيدي هي ليست كلها سوا. اوكي الاكس انا كنت معرف شيء قبل بيت ماب ايمج. شو بدك فيك عم تشتغل بشيء ثاني ما له علاقه بال، ما له علاقه بشغلنا. اوكي فهيدي الاكس هي هي صحيح، ما في هالتقدم العظيم، ما في كتير فرق بين الاس تي ار اري اللي هي نمباي اري وبين هيدا الاكس. الاكس هي ليست، هي منها نمباي اري، حاطها هو بليست باسلوب ليست، حاطط فاصله 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 بيناتهم. بينما الاس تي ار اري اذا بتقول له اطبع لي اياها بيطبع لك اياها اري، كتب اري يعني نمباي اري، واعطاك الدي تايب تاعه، ما بعرف شو هيدا الدي تايب معين مثل السترينج او شيء هيك. طيب هذا بفتكر هذا فورمات معين للسترينج، المهم ما بعرف شو بعرفني. ما بعرف شو بعد بدنا نحكي. ايه ف هلا فيك بدل ما هلا هون انا شو عم بعمل؟ هون عم بقول له برنت كنت هذا، شو البرنت؟ يعني هذا البرنت هو في شيء عم بينفذه، بس بنفس الوقت انت فيك تقول له والله هون مثلا تي ايكوال، يعني هذا تي هي 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 ليست، وهالليست هي هاي بصراحه، ان هول كلهم ليش عملوا نن 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 نن؟ لانه هي هذا بيرد شيء اوتبوت، هذا بيرد شيء، والشغله اللي بتردها هاي هي بحق نن، لانه البرنت ما بيرد شيء، يعني هي فانكشن هي اوريدي ديفايند من جوا وما بترد شيء، فما عندها ريتيرن فاليو، فبرد لك نن. هاي شغله، وبالتالي انا ابدا ما بيعنيني هيدا الليست بحد ذاتها، انما بيعنيني انه والله قدرت احطها هي مع فور لوب بسطر واحد بس هيك. انما بيعنيني انه هالبرنت هيدا الفانكشن قدرت انه يعني شو بعرفني قدرت انه تطبع لي اياها، يعني انه هو فور اكس بكل وحده، يعني بفوت على اول element بالسترينج اري بيقوم بينفذ هاي، وكأنه فات اول element بيرجع بينفذ هاي هي ذاتها على تاني element، وكون نفس الوقت هو عم بيزيدها كتاني element، بيكملها concatenation كتاني element بالليست اللي هي التي. ولكن التي انا ما بيعنيني امره، انا بيهمني بس انه ينفذ هاي. اوكي كان في حتى على سطر واحد، يعني بصراحه كتير better readable وبتنقرا احلى وكل شيء اذا بتعملها بكل بساطه هيك. اوكي شو بيصير علينا اذا بنعملها هيك؟ يعني نوت اري نوت وين في شيء غلط؟ اوكي خلص انهي الحياه وخلي حياه حلوه. طيب ما بيأثر اذا واحد كثير هيك حابب انه يعني بس اكيد انا بفضل بهيك حاله تعمل فور وتخلي البرنت تحت، بس ما بيأثر اذا واحد يعني. فبس هذا اللي حبيت ضوي عليه، حبيت بس شوي هيك فوت معك بهول. انا لقيتها كتير حلوه بصراحه هاي، وهيدا كل شيء، افتكر هيدا كل شيء. بعد في شغله كان ممكن واحد بدل ما يلزم حاله كان في يختار مثلا اوبجكت هيك، ما في مشكله. بتعرف لو انا هون مثلا عملت انت كان عنده مشكله بهاي. هلا هون هيدا الانت الاس تي ار اري طبعا هي منها سترينج، بقى هي هيدا السترينج اري صارت هي ذاتها هيدا النوتس اري تقريبا. هاي النوتس اري مثل ما اتفقنا قبل شوي ماينو. اوكي هاي النوتس اري هي اري اوف نم هي اري اوف نمبرز، لنطلع هيدا 0 هو 0 نمبر منه 0 سترينج، وهيدا ال 1 هو 1 نمبر وهيدا 0 0 نمبر. فهون اذا انت بتقول له والله مثلا 5 بعد اوكي الخمسة مساء بخمسة، انا بدي اياها اربعة مثلا جاية ثلاثة. فهون اذا بتقول له هيدي سترينج
مثلا اي بي سي ما بيقبل، بيرد لك هذا الايرور هو ذاته الايرور اللي هون، لانه ما بيقبل. فلهالسبب كنا مجبورين نعمل هون سترينج. اوكي، لحتى لما بدي اعمل مثل اوفررايد او انه اكتب شيء محلها لهيدا السترينج اري، لحتى لما بدي اكتب شيء محلها اقدر اني اكتب سترينج. هلا كان ممكن واحد يعمل مثلا يحط هون ارقام 156، بس هون يمكن حيرمي ايرور لانه انت عم تقول له سترينج، كيف هلا عم تعطيه رقم؟ والله اخذها. هون بعتقد هو ذكي بما فيه الكفايه انه ليك كيف اخذها هيدا ال 156 حولها لسترينج لحاله، ولكن ما اشتغل قبل شوي بالعكس. شو كمان بعد في شغله، ما بعرف، بعتقد هذا كل شيء كان بدي اقوله. هون كان ذكي بس بالعكس ما اشتغل للاسف، لما كان هون انت مثلا وجيت انت حطيت له سترينج ما رضي. طيب خليها هيك. كان فيك تختار كمان اوبجكت، كمان حتى الاوبجكت قد يكون افضل لسبب يعني لتفاصيل وكذا وهيك، فمشان هيك بتشوف اوقات بعض الكودات مثل ما شفناها بالزمانات، اذا بتذكر ايام تم وهيك، وقت مرق معنا دي تايب كان اوبجكت. اوكي خلينا نحط سترينج هلا، مبسوطين فيها، وهذا كل شيء، هذا كل شيء كان بدي اقوله. بالتوفيق.